السلام عليكم ومرحبا بكم في جيم بلاي جديد. اليوم باش نعملو توتوريال على جو جديدة بقدرة ربي، باش نعملو عليها ايبيزودات ان شاء الله تعجبكم. اسمها فارمين سيميليتور 2019. الجو هذي عبارة على سيميلاتور للمزرعة، تزرع تحصد تربي مواشي، عبارة عندك ضيعة، اما جرافيك احسن بياسر من 2018، ومدات نومبر كبيرة على الاخر ما تتصوروشو، جرافيك وديتاي طيارة على الاخر. بريسك ريال باش نلعبوها مع لي جو، نلعبو فيها مولي جيم بلاي، نلعبو فيها نتاع ببجي، روتراك، كار ميكانيك سيميليتر، كول اوف ديوتي، وهبطنا زادا فورتنايت. مازلت ما نعرفش نلعبها مليح، ما نكذبش عليكم. انا وور فريم زادا تتلعب على ستيم اونلاين، ما جربتش اعمل فيديو ليكم عليها، وان شاء الله نعمل فيديو. يلا نبداو التوتوريال مع بعض. هذه الشيء باش نلعبوها مع بعضنا، مازال كيف الهابتك مفماش برشا من يلعبوا بيها، اللي جاكم تشوفوا يعني وقتاش هابتك. دي اخر دي ال سي اللي هذايا مهبطينو احنا 2019 20 اكتوبر، يعني جديدة بلي بلي، بزاف جديدة، مش معروفة بالبدايه. باش نبدو نلعبوها مع بعضنا، والموديل تحكيت لكم عليها مع هما. فرجوا النمبر تاع الموديلز، هذوما لكل موديل واثنين وماكينات فلاحية نجمو نستعملوهم. الكمين الألمان في أوروتراك أنا لقيناه هنا، سمو فيك إن شاء الله تكون نالت إعجابكم الجوج. نبدو نعملو عليها إبيزودات خاطر لي جو لي ديما نلعبو فيهم. هنا نشوف الفيديو نتاعنا، ما تنساوش ابوني للشين ولايك كومنتير شجعوني، نتلاقاو في فيديو اخر. باي باي.